أعتقد أنه التصريح اللي صرح به السيد راشد الغنوشي كان تصريح غير سياسي وغير علمي، لأنه كان فيه دعوة إلى العنف وكان فيه تحريض، وهذا أمر غير مقبول من حزب يمارس السياسة وله تأشيرة العمل السياسي وحزب كان في البرلمان التونسي. أنا أعتبره خطأ كبير، وإذا كان مقصود أعتبره خطر على تونس ومنعرج آخر للعمل السياسي الذي لا يقبل لا بالقانون الأحزاب في تونس ولا بمنطق العمل السياسي القائم على السلم وقائم على الحوار. ثم أنه عندما نتحدث عن المساندين لموقف معين يحاسبون حساب بلا رحمة، في نهاية الأمر هم عندهم موقف وعندهم رأي، وإذا كان كل واحد تمسك برأيه وتمسك بحجته، الفيصل هو الصندوق والفيصل هو الشعب التونسي. هذا العمل السياسي ما عدا ذلك يعتبر الدعوة إلى العنف، هذا غير مبرر وغير مقبول. بالنسبة الآن لدعوة سجن، الأمر هنا يعود إلى القضاء، وأنا نتمنى أنه كل واحد يحايل القضاء أن يحاكم محاكمة عادلة تعطى له فرصة الدفاع عن النفس، وأن يكون القضاء مستقل ومارس قانون وتكون سلطة القانون فوق الجميع.